ازيكم؟ في الفيديو ده هكلمكم عن الكورس بتاعي الاونلاين، وهوريكم الماتيريال والبرامج اللي انا بستخدمها، وازاي انت بتبقى قاعد معايا في الكورس، وازاي بتقدر تسالني وتتفاعل معايا، وازاي تقدر تذاكر وبتشوف الكورس معايا ازاي بالتفصيل، علشان تبقى جاهز ان انت تدخل في الكورس الاونلاين وانت مرتاح وعارف ايه اللي انت هتقابله بالظبط. فتعالوا كده اكلمكم الاول عن المحتوى بتاع الكورس نفسه، وبعدين هدخلكم في سيشن زوم علشان تقدر تشوف الكورس بتاعي ده بيتاخد ازاي، وتبقى كأنك فعلا حاضر معايا، وتبقى عارف ازاي انا بقدم الكورس بتاعي. يلا بينا. هدفي في الكورس ده ان هو اي حد يدخله مهما كانت خلفيته العلمية او الاكاديمية، ومهما كان سنه، ان هو يفهمه ويقدر يشتغل بيه بعد الكورس. يعني سواء انت لسه متخرج، او انت طالب في الكلية، او انت عندك كارير اصلا وبتحاول تعمل كارير شيفت، تقدر ان انت تدخل الكورس ده وتستفيد بيه جدا. وسواء انت بعد كده هتشتغل بيه او عايز تمتحن، الهدفين تقدر ان انت توصل لهم باذن الله. الكورس بتاعي عبارة عن 27 محاضرة اونلاين بيكونوا على زوم، وبتبقى حاضر معايا وبتقدر تسألني سواء بالصوت او بالكتابة زي ما انت عايز. والمحاضرة بتكون حوالي ساعتين، وبنكون لايف مع بعض. وبعد ما الكورس بينتهي، بعد ما اللايف بينتهي في ساعتها، بعد حوالي نص ساعة ساعة، بتكون المحاضرة متاحة مسجلة، بحيث ان انت تقدر ترجع لها في اي وقت وتذاكرها، وتبقى انت كده جاهز جدا. دايما بطلب منكم تاسكس عملية تنفذوها وتبعتوها لي، علشان نبقى ضامنين ان احنا كل جزء بناخده بنقفله، وبيبقى مفيش اي حاجة ناقصك. في الاول خالص بناخد سيشنز عن الترمينولوجي بتاعة الكورس، بما انه مجال جديد عليك، فبتاخد المصطلحات اللي انت هتستخدمها في الكورس، زي ايه هو الراوتر، وايه هو السويتش، ويعني ايه داتا ترانسفير، سورس، ديستنيشن، الاو اس اي موديل. الحاجات دي كلها بتبتدي تاخدها عشان لما تدخل بعد كده في الجد تبقى فاهم احنا بناخد ايه بالظبط. بعد كده بنبتدي ناخد بداية العملي، ازاي ندخل على الراوتر والسويتش وندخلهم الاوامر بتاعتهم، وبتاخد بيزك كومنز عشان ايدك تاخد على الشغل العملي. ودول بناخدهم على اجهزة حقيقية، يعني بوريك فعلا الراوتر والسويتش وازاي توصله، وازاي تدخل على البروجرام او السي ال اي بتاعه، وازاي ان انت تقدر تدخل الاوامر. كل ده بناخده على اجهزة حقيقية. بوريك برضو ازاي تنفذه على الباكيت تريسر، وايه الفرق بين الباكيت تريسر والجهاز الحقيقي، عشان خاطر تبقى برضو يعني متطمن وعارف ان انت فعليا مش فايتك حاجة خالص لو انت ما عندكش جهاز حقيقي عندك في البيت. ده مش منطقي يعني. تمام. بعد كده بنبتدي ندخل في الجزء بتاع السويتشنج، ازاي السويتش بيعمل سويتشنج، ايه هي الفيلان، الاس تي بي، الار اس تي بي، الايثر شانل، كل ده احنا بناخده في السويتشنج في الاول، وكل ده بناخده بشكل عملي. بعد كده بندخل في الجزء بتاع الاي بي ادريسنج سبنتنج، وده موضوع ناس كتير قوي بتقلق منه، بس بناخده بطريقه سهله وبسيطه، بتقدر ان انت تنفذه على اي مساله تجيلك، وبنتدرب عليه كتير جدا، وبتتدرب عليه معايا واحنا شغالين. يعني بديك مساله وتحلها، وبشوف انت حلتها صح ولا غلط، ولو واقف معاك حاجه بنحل مره واثنين وثلاثه، يعني طول السيشن انت اللي بتحل مش انا اللي بحل. بعد كده بندخل في الجزء بتاع الراوتينج، بناخد فيه ستاتيك راوتينج او اس بي اف، وبناخد ازاي ان انت تنفذ الكلام ده كله برده بشكل عملي. وبناخد اي بي فيرجن 6 برده، وبناخد الجزء بتاعه، وبرده ده فيه جزء عملي. كل حاجه من دول على فكره ليها لاب او اكتر، يعني عدد اللابات في الكورس كبير جدا. احنا بناخد لابات عملي كتيره جدا على كل المواضيع، وبتاخدها ازاي تنفذها، وكمان بديك تاسكات انت تنفذها مع نفسك على نفس المواضيع اللي انا بشرحها، وكمان بديك تاسكات متداخله يعني في كذا موضوع مع بعض، علشان تتعلم برضو ازاي تنفذهم مع بعض في وقت واحد. كمان بناخد وايرلس نتوركينج، بوريك عن الوايرلس لان كنترولر، وبتاخد الكلام ده كله برضو بشكل عملي. بعد كده بندخل على الجزء الثاني من الكورس، وده بناخد فيه جزء سيكيورتي خاص بالاي سي ال او الاكسس كنترول ليست، وبتاخد جزء عن السيرفيسز زي الدي اتش سي بي والناتينج، دي اتش سي بي سنوبينج، الارب انسبكشن، الكلام ده كله برضو بتاخده بشكل عملي، وبنشوف ازاي ننفذه والسيكيورتي ايشوز اللي ممكن ان انت تتعرض لها. بعد كده بتبتدي تدخل على الجزء بتاع الديزاين، وفي الجزء بتاع الديزاين بتاخد جزء لان ديزاين، وجزء وان ديزاين، وجزء كلاود اركيتكتشر، وبتاخد كمان جزء عن الاس دي ان وعن الاوتوميشن. دول يعتبروا مش نظري بس، يعتبروا كونسبت، يعني دول على فكره حاجات فيها كورسات لوحدها.
فسيسكو حطها في السي سي ان اي علشان تبقى خدت يعني ايه كلمه عن كل حاجه. ازيكم كده، انتوا بتبقوا حاضرين الكورس معايا، بتبقوا شايفيني وبتبقوا شايفين الشاشه معايا، وبتقدروا ان انتوا تتابعوا معايا الكورس. الكورس زي ما انتوا شايفين بيبقى انا عامله له برزنتيشنز خاصه بيه، والبرزنتيشنز دي طبعا انتوا بتاخدوها من ضمن الماتيريال بتاعه الكورس، وببتدي افتح البرزنتيشن بتاع اليوم وبنبتدي ان احنا ندرسه مع بعض واحده واحده بالعملي بالنظري بتاعه. كل موضوع بتاخدوه بشكل كامل زي ما هو موجود ومطروح من سيسكو بالظبط، النظري والعملي بتاعه كويس جدا. بعد كده لو انا حبيت ان انا اديكوا جزء عملي، الجزء العملي يا اما بديهولكم على الديفايس الحقيقي يا اما بديهولكم على الجين اس او على الباكيت تريسر. لو انا حبيت اديهولكم على الجين اس فبفتح معاكم الجين اس، بنشرح الشبكه كويس، وبعدين بنبتدي ندخل على الديفايسز بتاعه الشبكه، ولو حبينا ان احنا نكتب اوامر بنبتدي نكتبها، وبتكونوا شايفينها معايا كويس جدا. لو حبيتوا ان انتوا تسالوني بتقدروا تسالوني عن طريق الشات، او بتقدروا تسالوني عن طريق الكلام، تقدروا تفتحوا المايك وتتكلموا. وميزه الموضوع كمان انه الكورس بيكون متاح مسجل بعد ما بنخلص، يعني انتوا بتبقوا شايفيني وبتسالوني وانا بتكلم والكلام ده كله، بعد ما بنخلص مباشره برفع لكم المحاضره وبتقدروا ان انتوا تشوفوها. كل المحاضرات بتكون متاحه معاكم في الاخر وما بتتشالش حتى بعد ما بتخلصوا الكورس، وحتى لو انت عندك سؤال بعد ما خلصنا الكورس تقدر تبعته لي على الجروب اللي بعملها لكم، وبنرد عليك عادي جدا حتى بعد ما بتكون خلصت خالص ال 27 محاضره خلصوا. ده لو على الجين اس 3. لو على الباكيت تريسر برضو ببتدي افتح الباكيت تريسر وبدرس لك عليه الجزء اللي انا عايزه ادرسه لك. مثلا على الراوتر فبقدر ان انا اوريه لك، واقدر ان انا اعرفك البورتات بتاعه الراوتر بتاعنا، وافهمك كل حاجه يعني ايه، يعني ايه كونسول، يعني ايه فاست ايثرنت، وانت من عندك تقدر تتحكم ان انت تشوفني فول سكرين. اقدر اوري لك التولز لو انا حبيت اوري لك مثلا القراجه، واقدر ان انا اوريك استخدامها وبوريك ازاي تقرج الكابلات وكل حاجه. بقدر ان انا اوريه لك واوريك ازاي تدخل عليه وازاي توصله في الجهاز وكل الشغل بتاع الكورس، وكانك حاضر معايا في الكورس بالظبط. نيجي على الحته المهمه برضو، لو حبيت اشرح لك حته نظري، يعني حبيت اكلمك اكتب لك او كده، فطبعا انا مش بستخدم وايت بورد، مش هتشوف مني حاجه، يعني لو انا ورايا بورده مش هتشوف حاجه من اللي انا بكتبها اصلا. يعني زي مثلا لو انا حابه ان انا اشرح لك حاجه مثلا عن الفي لانز مثلا، فببتدي اقول لك النهارده انا هشرح لك الفي لانز، وفي الفي لانز دي مثلا احنا بناخد ان احنا عندنا السويتشز موجوده في شكل شبكه واحده وبنوصلهم ببعض، فاللي هيشوف هيفتكر انها شبكه واحده، واليوزرز بتوعي معايا. وبعدين ببتدي اشوف بقى لو انا عايزه مثلا كل كذا يوزر مع بعض في قسم، فببتدي اقول دول مثلا في قسم الاكاونتنج، دول مثلا كده في قسم السيلز، دول مثلا كده في قسم الاي تي. لو انا بتكلم مثلا في اي بي ادريسز بتاعت الناس دي وارقام الفيلانز، هبتدي اقول لك مثلا ان انا عندي فيلان 10، عندي فيلان 20، عندي فيلان 30، وببتدي اقول لك ايه الاي بي هات اللي هم المفروض هياخدوها بالتفصيل. فبتكون شايف معايا بشكل واضح جدا، سواء بنتكلم في موضوع توبيك شرح او بنتكلم في شرح عملي. بقدر كمان ان انا بعمل انوتيشنز، يعني اقدر ان انا اشاور لك مثلا على الشبكه اللي احنا بنشرحها، يعني انا قدامي شبكه زي كده وحبيت ان انا اوضح عليها بعض الحاجات، فبقدر مثلا اقول لك ان ده راوتر اللي هيشتغل معانا الهاب، اقدر اقول لك ان ده راوتر اللي هيشتغل معانا السبوك، فبقدر ان انا اشرح لك وكانك فعلا حاضر معايا جوه الكورس، مش بس ان انا ورايا بورده مثلا بشرح عليها او ان انا بس بشاور لك كده بالكلام، لا. الكورس انت بتاخده بالتفصيل جدا، تفهمه كويس جدا، وبتقدر ان انت زي ما قلت تشارك معايا، وبديك تاسكات كتيره جدا. انا بحب العملي، بحب الناس تفهم الكلام عملي، لان انت اصلا في النهايه هتاخد الكورس ده تشتغل بيه وتمتحن عليه، مش مجرد بس ان انت حاجه اكاديميك. تمام، اللي عنده اي اسئله يتفضل، لان ان شاء الله الاسبوع الجاي عامله سيشن اسك، يعني باذن الله الفيديو الجاي باذن الله هيكون سيشن اسك، يعني اللي عايز يسالني في اي حاجه يسالني، سواء خاصه بالكورس او بيتاخد ازاي او اي حاجه. وكمان لو حاجه علميه، لو في عندك موضوع انت مش فاهمه او حاجه وعايز فيه نوتس، فابعت لي وان شاء الله هرد عليكم في الفيديو اللي جاي.
كده انا قلت لكم كل حاجة عن الكورس وطريقتي. لو عجبتكم الطريقة وعجبكم الفيديو يا ريت تعملوا له شير كتير وتعملوا لي لايك وسبسكرايب للشانل علشان يوصلكم مني كل جديد. شكرا لكم وجود لك. كان معاكم مهندسة شاهيناز.